احنا النهارده هنكمل سيشن نمبر 6 برضو في لسه في الستاندرد. احنا كنا خلصنا المره اللي فاتت التشيكين دوكيومنتس واتكلمنا ان احنا بنراجع الدوكيومنتس ازاي. حد فاكر؟ حاضر، هبعت لك يا استاذ محمد الملف ده ان شاء الله بعد المحاضره. حد فاكر التشيكين دوكيومنتس كان البروسيس دي كنا بنشتغل فيها ازاي؟ يعني كنا بنراجع على ايه؟ كواليتي تشيك، تمام، الريف والديت، السيكونس مش الرقم، الريفرنس، التواريخ، بالظبط، الاختام، الستامب، الكونتنت، السيريال، الكودينج. تمام، الاتاتشمنتس، بالظبط كده، بالظبط. دي كانت اول بروسيس احنا بنعملها او اول اجراء احنا بنعمله از دوكيمنت كنترول في اي دوكيمنتس احنا بنستلم. اول حاجه لازم نتشيك ان الدوكيمنت دي تمام، شغاله كويس، انا عارفه اقراها، الاتاتشمنت كلها مقريه عشان لما اعمل لها سكان تبقى دوكيمنتس عندي مقريه ومفهومه ولا لا. اتاكد ان هما كل حاجه هو كاتبها لي في الكونتنت بره او في الكفر سبميت الكفر ترانسميتر بره تكون هي كلها ليها ريفير جوه، تمام. فده طبعا مهم جدا ان احنا نتاكد منه. تاني اجراء احنا بناخده از دوكيمنت كنترول هو الدوكيمنت ريجستر. الدوكيمنت ريجستر ده تاني اجراء احنا بناخده عندنا في اي حاجه احنا بنعملها في الدوكيمنت كنترول. فيا ترى ايه هو الدوكيمنت ريجستر؟ احنا طبعا قلنا اي بروسيس احنا هناخدها لازم اول حاجه نعمل ديفاين للبروسيس، لازم نعرف البروسيس دي ونقول ايه هي اركانها واحنا بنستعملها ليه ومين الناس المسؤوله ان هي تعملها. ده اللي الايزو بيطلبه في كل بروسيس حضرتك بتعملها او في كل حاجه انت بتشتغل عليها في الكواليتي سيستم، علشان يبقى سهل عليك ان حضرتك لما تمشي من المكان او لما حد يجي يشتغل معاك يبقى سهل ان هو عارف هو بيعمل ده ليه وبيعمله امتى وبيعمله ومين اللي بيعمله ومين المسؤوليات، عشان ما يقعدش تعيد من الاول او انت كل حد داخل تقعد تشرح له. كواليتي مانوال بيبقى شارح كل الحاجات دي. فاول حاجه بنتكلم هنا عن الديفاين بروسيس. اول حاجه ايه هو الديفينيشن بتاع الريجستر؟ الريجستر ده هو عباره عن قائمه بجميع المستندات الموجوده في المشروع احنا بنستلمها او بنسلمها. عاده ما بتكون المستندات دي بتكون عباره عن رسومات، اجراءات، نماذج، مواصفات، اي حاجه احنا بنستلمها او بنسلمها في البروجكت لازم يكون لها ريجستر علشان يبقى سهل ان احنا نعمل لها تراك، علشان يبقى سهل ان احنا نعرف نتعامل مع الدوكيومنتس دي. طيب ايه فايده ان انا يبقى عندي ريجستر من الدوكيومنتس دي؟ يعني انا بس كان الحاجه ايه فايده ان انا يبقى عندي شيت اكسل او اكسس او اي نوع من انواع الشيتس اللي تبين لي التراك بتاع الدوكيومنتس دي؟ انت عنده فكره؟ تراكنج، تمام. ايه كمان غير تراكنج؟ السورتنج. السؤال ايه فايده ان انا يبقى عندي ريجستر او ان انا بعمل ريجستر للدوكيومنتس اللي موجوده عندي؟ نوت دوبليكيتد. النوت دوبليكيتد ده في السيريال يا استاذ ايهاب، ان انا ما يبقاش عندي حاجه دوبليكيشن دي وانا بديها سيكونس نمبر. الريفرش، سهوله الوصول للداتا، التراكنج، الكنترولنج، ارجاعها بصوره برافو، ريبورتنج، الليسن ليرنرز، التوثيق، تبقى كل حاجه واضحه لاي حد بالظبط، التتبع، سهوله الرجوع ليها في اي وقت، الارشفه، التوثيق والمتابعه، الاركايفنج. لو حصل تلف، هو لو حصل تلف للملفات هي مش هتنفعنا في حاجه، بس هي هينفع حضرتك لو انت بتعمل باك اب من الداتا دي في مكان تاني. تمام، الريفرنس نمبر، صح يا استاذ ايهاب، الريفرنس نمبر اوف دوكيومنتس ريسيفد ان دوبليكيشن. تمام، طيب احنا ايه الكونتنت بتاعت اي ريجستر؟ اي ريجستر عشان نبتدي ممكن يبقى
هو يكون في معلومات كتيرة جدا، ممكن يكون في معلومات بسيطة. في مينيمم عندنا للتعامل مع أي ريجستر، أول حاجة لازم يكون في دوكيمنت نمبر، ده شيء طبيعي إن أنا يبقى لازم يبقى عندي الدوكيمنت نمبر بتاع الدوكيمنتس اللي أنا حطها. تاني حاجة الدوكيمنت تايتل، السبجكت بتاعها مهم جدا إن هو يبقى موجود بالكامل، عشان أنا لو بعمل سيرش على أي دوكيمنتس تبقى موجودة أبقى أعرف أوصل، لأن ممكن بكلمة أنا أعرف أوصل لكل الكرايتيريا اللي أنا بدور فيها. تالت حاجة الريفيجن نمبر، ضروري أصلا وظيفة الريجستر إن هو يعرفك أنت شغال على أنهي ريجستر، على أنهي سوري على أنه إصدار، إن الإصدار الصحيح الريفيجن نمبر بتاعك اللي أنت شغال عليه هو أنه إصدار، لأن من غير ده أنت ممكن مثلا يبقى عندك مثلا حضرتك شغال على ريفيجن 3 أو الشركة كلها شغالة على ريفيجن 3 وهم مش شايفين قدامهم على السيرفر إلا ريفيجن 2، هيعرفهم فين إن إحنا جالنا ريفيجن 3 وإن ده هو المفروض اللي إحنا هنشتغل بيه. رابع حاجة الـ identification of the sender، لازم يبقى مكتوب اسم اللي باعت الـ documents دي. طب تفتكروا إحنا ممكن اسم الـ documents ده أو اسم الراسل أو اسم الشركة اللي بعتلنا الـ documents دي ممكن تفيدنا في إيه؟ يعني أنا أكتب الـ document number ماشي، الـ document title أوكي، الـ revision number ماشي، إنما أكتب ليه اسم الراسل؟ لا مش الاوثورايزيشن، انا دلوقتي بكتب لو انا عندي مثلا كونتراكتور اذا كان مثلا اوراسكو، فانا بكتب ان الدوكيومنتس دي جايه من اوراسكو، ايه اللي ممكن يفيدني في الريجستر في ده؟ ممكن الريسبونس الفلتر، برافو. انا ممكن اتعامل مع اكتر من كونتراكتور في مكان واحد، ممكن اكون بتعامل مع اكتر من كونسلتنت، انا ممكن اكون انا كمشروع واحد شغال مع اكتر من كونسلتنت، طب انا كل كونسلتنت هعمل له شيت اكسل لوحده واكتب ان هو دي الداتا بتاعته، طب فرض انا عاوزه دلوقتي اطلع البيندنج ايشوز مع كل الكونسلتنت، عاوزه اطلع مثلا ريبورت لحد النهارده لمده مثلا من اول ما بدا المشروع لحد دلوقتي بحجم الاعمال اللي انا عملتها كله، بالظبط زي ما حضرتك بتتعامل مع 2 استشاري، فانا ممكن اكون بتعامل مع اكتر من استشاري واكتر من مقاول في مشروع واحد، طب انا هقدر اجمع كل الكم ده كله من فين؟ فبالتالي ببتدي ان انا احط اللي بيرسل الراسل الدوكيومنتس دي علشان لما يجي اطلع ريبورت ابقى عارفه ان الريبورت ده بكل الداتا، اقدر ان انا افلتر واعرف ان دي والله دي الحاجات اللي بعتها المقاول الفلاني، دي الدوكيومنتس اللي واقفه عند الكونسلتنت الفلاني اللي لسه ما اتعملهاش سبميشن. تمام، لو بنتعامل مع المالك والمقاول والاستشاري في نفس المشروع بالظبط، بس احنا بنتكلم على الحاجات التكنيكال، المفروض ان حضرتك لو حضرتك استشاري فانت بتتعامل مع المقاول بس، او لو حضرتك مقاول بتتعامل مع استشاري واحد بس، بس وارد مثلا الناس اللي شغالين مع الكلاينت مثلا وهم بيشتغلوا مع اكتر من مقاول واكتر من استشاري، فبالتالي لازم ان هم يعرفوا الراسل للدوكيمنتس ده مين عشان يسهل عليهم في الريبورتات النهائيه. بعد كده بنتكلم على الديت ريسيفت، مهم قوي ان احنا اللي نكتبه على في الريجستر ده يكون الديت ريسيفت مش الديت ومش الايشيونج ديت، يعني انا بيهمني جدا ان انا ابقى الديت اللي انا بحطه على في اللوج هنا او في الريجستر ان هو يكون الستامب ديت اللي انت مستلم بيه، عشان انت بتبتدي تتحاسب من ساعه ما انت حطيت الختم بتاع الريسيفت على الدوكيومنتس دي، قبل كده هو مطلعها بقى بقاله 5 6 ايام، انا ما يخصنيش، انا يخصني اول ما دخلت مكتبي واول ما اتعمل لها بالظبط نوت الايشيو ديت، اول ما اتعمل لها الستامب بتاعي عشان الناس تبقى فاهمه ان ده انا ببتدي اتحسب على الدوكيومنتس دي من اول التاريخ الفلاني. انا بشوف لوجات كتيره جدا الناس كاتبه فيها الايشيونج ديت او ان هم عاملين تاريخين في اللوج مثلا السبميشن ديت والريسيفد ديت، طب ليه انا بعمل 2؟ ما انا اعمل واحد بس علشان ابقى انا متاكد، لان انا خلاص الريسبونسبيلتي بتاعتي ابتدت من الوقت ده، فبالتالي ان انا اكتب الديت ريسيفد ده مهم جدا في اللوج بتاعي. اخر حاجه الستاتس اوف دوكيمنت، وظيفه الريجستر او وظيفه اللوج ده نفسه ان احنا نبتدي نتعامل معاه علشان نعرف ستاتس الدوكيمنتس دي، هل الدوكيمنتس دي اتعمل لها سبمشن، هل هي لسه بيندنج عندي، هل هي عند المهندس ولا ما طلعتش، هل هي طلعت من التكنيكال اوفيس مثلا واندر ابروفل، هل هي فين. فالستاتس بتاع الدوكيمنتس دي اهم حاجه لان دي اللي انا بعرف اطلع على اساسها كل الريبورتات. تمام، طيب بعد كده بنتكلم في البنفيتس، قلنا هنا البنفيتس بتاعت الريجستر ده، اول حاجه ان هو بيقلل الوقت المطلوب لتقديم المستندات واستردادها بشكل كبير. انا لما باجي ادور على دوكيمنت
وانا بدور عليها في شيت اكسل اسهل بكتير جدا ما ادور عليها كهارد كوبي، اسهل بكتير ما ادور عليها كسوفت كوبي موجوده معمول لها رينيمينج وموجوده على السيرفر عندي او على الكمبيوتر. فبكنترول اف انا ببتدي ادور في كل الداتا بتاعتي في اي شيت في اي تاب في اي حاجه، ببتدي اعرفها بكلمه واحده، ببتدي ان انا اعرف الدوكيومنتس بتاعتي فين. فدي بتوفر عليا في الوقت اللي انا بعمله زي ما استاذ ايهاب كان بيقول، في الوقت اللي انا بقضيه في ان انا ايشيو دوكيومنتس ما يحصلهاش دوبليكيتد في الريفرنس، او ان انا احاول ان انا ارجع لدوكيومنتس او استرد معلومه عن دوكيومنتس اذا كنت عارف اسمها ومش عارف الديسكربشن بتاعها، او اذا كنت مش عارف الديسكربشن الكامل بتاعها، او مش عارف السيريال نمبر بتاعها، او مش عارف تاريخها او الاخر ريفيجن بتاعها ايه. فكل ده بيوفر علينا اول حاجه في التايم. تاني حاجه تقليل مساحه التخزين. لما انا بخزن الدوكيومنتس دي على شيتات اكسل مثلا او بعملها هايبر لينك على شيتات اكسل، بيبقى بالنسبه لي ان الحاجه دي كلها تبقى موجوده في مكان واحد. يعني كل الانكومينج دوكيومنت بتاعت الماتيريال سبميتال مثلا الميكانيكال والاركتكتشر والستراكشر بتبقى كلها في موجوده في مكان واحد. ده هيقلل لي الاستورج سبيس احسن ما ابقى انا حاطه كل حاجه لوحدها في مكان لوحده ومفيش اي حاجه بتلينك الفايلز دي كلها مع بعض. فبكده انا بقلل مساحه التخزين وبيخليني اخزن كل المستندات دي في نفس المكان وما بكررهاش في مكان تاني. يعني مش هتلاقيني نفس الدوكيومنتس دي حطاها مثلا متشاله في حته تانية فاللي يجي يدور عليها هيدور عليها في مكان. مش هتلاقي ان انا مثلا انا كدوكيومنت كنترول شايل عندي كوبي وفي مثلا قسم الاستراكشر شايل عنده الكوبيز بتاعته واللوح بتاعته. هتلاقينا كلنا بنستعمل نفس السبيس وكلنا بنقلل من المساحه اللي احنا المساحه التخزينيه اللي احنا بنستعملها. ثالث حاجه التيكينج هارد كوبي. انا ممكن لو عملت هايبر لينك على الشيتات الاكسل اللي انا شغاله عليها سهل عليا قوي السيرش، بدل ما ادخل ادور ما دورت عليها في الشيت الاكسل بتاعي وبعدين رجعت تاني طلعتها من الهارد كوبي عشان اصورها، او رجعت ابص عليها على السيرفر هي معمول لها سيفنج فين. انا ممكن بكليك واحده على شيت الاكسل افتح البي دي اف اللي عندي ده او الكاد او الوورد او اي فايل انا بدور عليه واعمل له برنت، فانا كده عندي منه هارد كوبي بدل ما رحت فتحت الملف ورحت صورت منه. فده هيوفر عليك وقت طويل ومجهود كتير جدا فعلا. بعد كده بنتكلم على الكنترول ده اكسس. انا بقدر اكنترول في الريجستر ده، بقدر اكنترول مين يدخل يغير في الريجستر ده ولا ومين لا، مين يقدر يشوف الريجستر ده ومين لا ومين لا، طب مين يقدر ان هو يعدل ومين يقدر ان هو يديليت. فبالتالي ده بيسهل عليك كتير ان انت ممكن تعمل كل الفايلز البي دي اف بتاعتك كلها هيدن وتخلي بس الاكسل شيت بتاعتك هو اللي واضح، بحيث ان اللي بيدخل يدور على اي معلومه بيدخل يدور عليها وبيعمل كليك على الفايل نفسه وبيقدر ان هو يوصل له من غير ما يبقى عارف الفايل ده نفسه مكانه فين، او يقدر ان هو يوصل للفايل ده نفسه. فكده بيسهل عليك ان انت الشيت ده بس اللي بيشوفه هو اللي محتاج يستعمله، والناس ما بتقدرش ان هي تعدل على ده لان انت بس اللي بتبقى عندك فول كنترول والباقيين بيبقوا بس ريدر للقصه دي. بعد كده بنتكلم على الديستريبيوشن، ان توزيع المستندات من داخل مستند واحد بيبقى اسهل لك بكتير. لما بتكتب الريسبونسبل انجينير عن الدوكيومنتس دي او عن الديبارتمنت ده بتيجي في الاخر لو انت كشخص او كبي ام طالب منك ريبورت ان هو يعرف ايه الورك لود عند شخص معين، هيقدر يعرف من الشيت ده. طب ايه الورك لود اللي عطلان عند مهندس معين مثلا، هيقدر يعرف ده. طب مين اللي المفروض ان التاسكات بتاعته متاخره، هيبقى عارف برده كل ده من شيت الاكسل بتاعك ده. فبالتالي لما انت بتحاول ان انت توزع الشغل ده، ممكن توزع الشغل بتاعك من خلال الشيت بتاع الريجستر ده او اللوج ده، هيسهل عليك كتير في الوقت. وان انت ممكن توزع الكلام ده من خلال الايميلز، يعني انت ممكن لينك ده بالايميلز، فبالتالي تبقى انت عارف ان انت هتبعت له الشيت ده، هو هيدخل يشوف ايه التاسك المطلوبه بتاعته، هيعمل فلتر على اسمه ويشوف ايه التاسك المطلوبه بتاعته وهيدخل يعملها. انت كده وفرت على نفسك وقت كتير جدا ومجهود كتير جدا انت تقعد تلف وراهم في توزيع المستندات عليه. بعد كده بنتكلم تاني ان سكيل المستندات ده ممكن يكون لاكتر من مشروع. طبعا الناس اللي شغاله في الهيد اوفيس عارفه الكلام ده، ان انت مش لكل مشروع هتعمل له شيت اكسل لوحده، بس انت ممكن بفورماتنج واحده باكسس مثلا ولا باي برنامج تاني تلم كل البرامج دي مثلا وتشتغل على برنامج على شيت اكسل واحد، يبقى ده شامل عندك كل البروجكت. بس كل ما عليك ان انت بتعمل فلتر للبروجكت اللي انت بتدور عليه، للايشو اللي انت بتدور عليها، وهتبتدي تشوف تحس ان الشيت اللي انت فاتحه ده بس هو بس للبروجكت ده بعيدا عن اي حاجه تانيه. تمام.
تاني بنتكلم ان السجل ده بيوفر كل الانفورميشن عن اليوزرز اللي بيتعاملوا فيها، زي ما قلنا ان انت تقدر تعرف كل مهندس ايه التاسك المطلوبة منه، كل مهندس ايه الورك لود الموجود عليه في الشغل ده، ايه اللي اتأخر من عنده، ايه اللي هو خلصه في ميعاده. تقدر برضو تعرف ده من خلال اليوزرز انفورميشن، تقدر تعرفها من خلال الريجستر اللي انت بتعمله. كمان ان في كمان ان انت بالهايبر لينكس اللي انت بتقدر تعمل لها لينك للفايلز نفسها، بتقدر توصل للمعلومات في وقت يعني ما فيش، يعني ان انت تقعد تدور على حاجة هارد كوبي او سوفت كوبي، فاسهل لك كتير ان انت تعمل، يعني الوقت اللي انت هتبذله في ان انت بتعمل هايبر لينك يعتبر مش وقت خالص مقارنة بان انت هتقعد تسيرش على دوكيومنتس او تسيرش على اي حاجة تانية. فدي الفوائد بتاعت